السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نلاحظ ان الكون فيه مخلوقات يعني كبيرة الحجم ومخلوقات دقيقة يعني صغيرة الحجم، ثم هناك مخلوقات دقيقة غير مرئية بالعين المجردة. هذا التوازن في الكون الذي خلق الله سبحانه وتعالى يعني مخلوقات كبيرة الحجم ومخلوقات صغيرة مثل الحشرات، ثم هناك مخلوقات دقيقة لا ترى بالعين المجردة وهي جراثيم، يعني الجراثيم يعني مصنفة على بكتيريا وخمائر وفطريات، كذلك بعد الطفيليات والفيروسات. هذه الأشياء لا ترى بالعين المجردة، وأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا التوازن في الكون عبر كل يعني المكونات الحية. فالحشرات لها دور، جراثيم لها دور، والمخلوقات الكبيرة لها دور، يعني بدون جراثيم لا يمكن أن يكون هناك حياة على وجه الأرض. فهي التي تحلل النفايات، وإلا لكان الناس يعني الآن يغرقون في نفاياتهم. وهي التي يعني تستقلب كذلك في التربة بعد المكونات العضوية لتعطي حمض الفيلفيك يعني وحمض الهيميك لهذه، وتعطي كذلك النيتروجين للنباتات، هي البكتيريا النافعة في التربة. وهناك بكتيريا في جهاز الهضمي للإنسان بدونها لا يعيش، وهي البكتيريا البروبيوتيك الموجودة في الأمعاء. وهناك بكتيريا ضارة يعني منها الجراثيم المعروفة التي كانت تضر من حمى التيفويد، من الملاريا، من السل، من الديزنتيريا، يعني من حتى البكتيريا التهاب اللوزتين عند الأطفال ستريبتوكوكس بايوجينيس. هذه كلها يعني يعني بكتيريات مضرة ولكن ليست كثيرة، لائحة البكتيريا المضرة ليست طويلة يعني يعني جراثيم قليلة جدا بالمقارنة مع الجراثيم النافعة. فإذا كان هناك عدم توازن في الجسم، لما يكون عدم توازن في الجسم معنى عدم توازن أن تصبح شروط يعني غير ملائمة، أو تصبح شروط بالعكس يعني ملائمة لنمو هذه البكتيريا. الشروط الآن في الأمعاء هي غير ملائمة لبكتيريا البريبيوتيك، البكتيريا الصديقة أو البكتيريا النافعة، هي غير ملائمة. لماذا؟ لأن هذه التراكمات من جذور حرة ومن يعني مضادات ومن أشياء هذه تستقر في الأمعاء، ثم هي تقضي على هذه البكتيريا وتصعد يعني يقلب هذا التوازن لنرى تكاثر الخمائر. ولذلك كل الناس يشتكون من الغازات في الأمعاء، لأن خمائر الآن، وهذه الخمائر يعني جلها هو الكانديدا، ونعلم أن الخمائر تمثل بعض الأنزيمات، وهذه الأنزيمات هي التي تحدث التقرحات. كذلك بكتيريا من نوع آخر مثل بكتيريا مثلا هذه القولون المعروفة الكوليفورمز، يعني هذه الإيكولاي، هذه الفلورا يعني اللي في الأمعاء. يعني أقول أن دور هذه البكتيريا أن بدونها لا يعيش الإنسان، يعني هي التي، ولما يكون هناك خلل يعني تترتب عنها أمراض. هذا هو المشكل الواقع في القولون، منها الأنيميا وعدم الامتصاص وأشياء هذا، ومنها حتى الأمراض المناعية. ثم الفلورا المعدة فيها بكتيريا وحدة هي الهيليكوباكتر بايلوري، يعني هذه الهيليكوباكتر بيلوري بالفرنسية، وهذه الإتش بي، هذه الهيليكوباكتيريا يعني كانت موجودة مع الإنسان، ولو أنها اكتشفت في 1800 يعني حوالي 1824، ولكن هي كانت دائما موجودة، خلقها الله دائما في الطبيعة، هي ليست مستحدثة، ليست جديدة. لأن يعني ما خلق الله الخلق، خلق كل شيء، خلق كل، يعني كل تعني أن كل الأنواع خلقت في نفس الواحد، وليس نوع من نوع، لم يخلق نوع من نوع أبدا. إنما تطور بعض الأنواع التي كانت رمية مثل السالمونيلا، كانت رمية يعني بكتيريا عادية، ثم أصبحت بكتيريا مضرة، يعني عبر التاريخ لا ندري الحقبة التي تغيرت فيها هذه البكتيريا، ولكن هي نفسها إنها كانت رمية يعني كان سابروفيت، ثم أصبحت مضرة يعني باتوجين. ال HP هذا الهيليكوباكتر بايلوري، هذه البكتيريا هي إيكولوجيا يعني بيئيا توجد في المعدة، وهي البكتيريا تعيش على حمض يعني مستوى حامض يعني pH 2، وهذا الحموضة في المعدة يعني لا تقتل هذه البكتيريا، بالعكس هي تشجعها. لما هذه البكتيريا لم تكن يعني مش لم تكن معروفة، هي كانت معروفة ولكن أعراضها يعني أمراض التي تحدثها لم تكن معروفة طبعا. فلذلك يعني حارب الإنسان، حارب السل وحارب التايفويد والملاريا وحارب أمراض كثيرة من الجدري مثل هذه الأشياء، ثم هذه الأمراض الآن أصبحت أمراض تاريخية، يعني قليل جدا الآن هذه الأشياء، لكن ظهرت أمراض أخرى هي أمراض بكتيرية. وأنا يعني من الفريق الذي يعني نتهم أن مرض كرون والتقرح القولون هو مرض جرثومي.
هذه الجراثيم الآن أصبحت كنا نقول بأنها يعني تفرز توكسينات منها الأنتيروتوكسين ومن البوتولين ديال الكلوستريديوم، منها كذلك توكسينات أخرى من الباسيلس يعني هذه اللي تحدث تقيؤات إسهالات عادية تسممات غذائية عادية التي نعرفها تاريخيا. الآن بكتيريا ظهرت لا تفرز توكسينات إنما تفرز أنزيمات، لأن الله سبحانه وتعالى دائما يعني هذا الإنسان كلما أرادت العلوم أن تتحدى الله سبحانه وتعالى كلما الله يعني أرسل إليها شيء بسيط جدا، أن هذه البكتيريا هي موجودة في المعدة وكانت في المعدة، ولو أنك الآن لما تدخل الشبكة العنكبوتية ستجدين أن هذه البكتيريا تأتي من الشروط الصحية وأنها توجد في الدول المتخلفة أو الدول السائرة في طريق النمو، أن لاجيها كذب في كذب، أنا أقول كذب. سبحان الله النظرة الغربية للدول العربية وما زالوا ينظرون إلينا أننا دول ليست لدينا شروط صحية، سبحان الله فعلا. هذه الدول التي تتوضا 5 مرات في اليوم ثم لا نظرة، هي نظرة خاطئة ونظرة زكاها حتى الإعلام العربي مع الأسف الشديد، أن الشروط الصحية الآن هي متدنية في العالم الغربي وليست متدنية في الدول العربية، هو عكس تماما. ثم أنهم يقولون بأن هذه البكتيريا هي يعني بكتيريا تأتي من الشروط الصحية المتدنية، وخطأ كذب، يكذبون على البشر. ومن طعم الملوث الهيليكوباكتير بايلوري الآن تقتل سرطان المترتب عن هذه البكتيريا يقتل أكثر ما تقتل حوادث السير في الدول الغربية، وهذا رقم رسمي يعني في المنشور يعني هذا. فلماذا دائما يجدون يعني يتخبؤون أو يعني يجدون مبرر دائما في هذه الدول وكأنهم يريدون أن يغلي هذه بكتيريا الدول المتقدمة، يعني الليستيريا والإتش بي والكامبيلوباكتر، هذه الثلاث بكتيريا هي بكتيريا الدول الغربية، هي بكتيريا التقدم، هي بكتيريا الدول مصنعة. لماذا؟ لأن المواد الغذائية المصنعة هي التي الآن تشجع هذه البكتيريا تحمل البكتيريا. نعم، حتى أن بعض الباحثين في المغرب يعني بعض الزملاء يعني علينا أنا يعني احنا عزلنا كل الجراثيم في المختبرات، بعض الزملاء كانوا يحاولون يعني إقحام هذه المواضع مثلا لبحث الليستيريا، فقلت لهم لا عليكم، هونوا عليكم، ليس هناك ليستيريا في المغرب، لا زال لا زالت لأن الليستيريا هي تأتي من الصناعة. لماذا؟ لأنها بكتيريا تنمو من 0 درجة إلى 45، ولذلك هي العدوة الصناعة يعني خصوص الألبان واللحوم. هذه الأشياء هي الآن المستهلك الغربي أصبح يعيش على أكثر من 90% على المعلب، على المواد المصنعة. المواد المصنعة لا يمكن أن تكون بدون مضافات، بدون محفظات، بدون منكهات، بدون محمضات، بدون مجمدات، بدون ممسكات، بدون أشياء مضادة للحرق للالتصاق. هذه لا يمكن الصناعة هكذا يعني هذا المواد المصنعة على الأقل فليعلن، إلا أن يبقى هناك إخبار المستهلك بهذه الأشياء أو عدم إخباره اللي نسموها لا انفورماسيون ولا ديزانفورماسيون. فهذا المشكل إليكوباكتر بيلوري هو بكتيريا يعني ليست الشروط الصحية، وأنا أكذب من يقول أنها من الشروط الصحية، أنا أكذب من يقول بأن تعفن من فم لفم، أنا أقول تعفن من الأبناء، تعفن من الأب الأم، أنا أكذب هذا الخبر يعني ولو أنه منشور على الشبكة العنكبوتية 100% مرض معدي. أنا أكذب وأنا عندي تخصص علم الجراثيم وأنا أعرف جيدا هذه الجراثيم. فالإتش بي هي بكتيريا الشروط الداخلية للمعدة. لما أصبح الناس يطبخون في الألمنيوم وفي الأواني التي لا تلصق، لما أصبحوا يطبخون على شكل مقليات البيروكسايد، لما يعني أصبحوا يتناولوا مناد مصنعة فيها مضافات غذائية، لما أصبحوا يشربون مشروبات غازية معلبة في الألمنيوم، لما أصبحوا يشربون سوائل معلبة في البابي ألمنيوم ولا في البلاستيك، هذه هي الشروط التي حفزت يعني تكاثر هذه البكتيريا. لماذا؟ لأن أنزيم هذا البيبسين الذي يهضم البروتينات عمل المعدة هو عمل واحد فقط ليس 5، هي المعدة لا عمل لها إلا البروتينات، هي تحلل البروتينات فقط. لما هذه البروتينات تأخذ 3 إلى 5 ساعات في الهضم لحوم وألبان وقطن، يعني خصوص اللحوم الدسمة، هذه الأشياء لما تبقى 3 ساعات وثلاث ساعات ونصف وأربع ساعات في المعدة كلما كانت الكمية كبيرة كلما تعطل الأكل. إذا كانت معه مواد أخرى، إذا كانت معه مواد أخرى فهي ستكبح البيبسين ثم يتعطل هذا الهضم، خصوص المعادن الثقيلة مثل الألمنيوم، مثل الرصاص، مثل الكادميوم، مثل الزئبق، يعني مثل الأرسنيك، مثل البلاستيك، مثل الميلانويدات، مثل البيروكسيدات، مثل الإكراليميد، مثل هذه الأشياء كلها تكبح
البيبسين في المعدة. لما يكبح الهضم تستقر هذه الأغذية في المعدة لمدة طويلة، ثم هذه البكتيريا تجد الشروط الملائمة لنموها فتنمو، فتمثل الأنزيمات تحلل، يعني هي تهضم، هي تحلل هذه النسيج المعدة وتحدث ثقب داخل المعدة. هذه الثقب لما تصلها حموضة المعدة، لأن حموضة المعدة هي اثنين، نعم، إلا في الفانديس فوق، يعني في المنطقة السفلية من المعدة يبقى البي اش شوية 4-4.5، لعلاش؟ لأن كينزل اللعاب مختلط مع الأكل الذي نمضغه، ينزل على بي اش 7-7.2، ثم يبقى لمدة قصيرة جدا في المنطقة العلوية الفانديس، يبقى بي اش 4-4.5، ثم يصير اثنين داخل المعدة. وعاد تقلصات المعدة، لأن حركة المعدة هي حركة تقلصية للهضم لكي تخلط هذه الأشياء داخل المعدة. فكلما استقر هذا الأكل بهذه الكابحات للهضم، كابحات البيبسين، لأن طبعا الهضم سيتعطل، كلما تعطل الهضم ستكون هناك تخمرات، ثم هذه البكتيريا تجد الشروط الملائمة لتمثل هذه الأنزيمات لتحل، هي سبحان الله هي تمثل البروتياز، لكي تحلل هذا النسيج الداخلي، النسيج الداخلي للمعدة، ثم تحدث الثقب، وهذه الثقب هي التي يصلها الحمض، يعني الحامض الكلوريدري للمعدة، ثم يحس الشخص بنار تشتعل بداخل معدته، نسميها القرحة. هذا التقرح، معنى تقرح، تقرح هو تآكل، هو أن هذه المنطقة يعني تأكلت هذه الجرثومة، وهذه المنطقة المتقرحة هي يعني كلما لا تحس لما يكون حاجة حامضة، يعني الحمض أسيد، فلما يعني يصل الحمض الكلوريدري لهذه المنطقة الهشة الملتهبة، فيصبح الشخص يحس الشخص بألم فظيع في بطنه، في معدته. مع الأسف الشديد أن الذي نعلمه والذي يعلمه حتى يعني طلبة البكالوريا فما فوق، أن الهضم كلما سقط شيء في المعدة إلا وتأخذ في تمثيل البيبسين على شكل كيموتريبسين، ثم تنشط بالحمض الكلوريدري لتصبح بيبسين. هذا أي شيء يسقط في المعدة، يعني يسقط ماء أي شيء. فكلما الناس الآن يأكلون طول النهار، أي شيء يسقط في المعدة، المعدة يعني تحلل البيبسين، تمثل البيبسين، يعني هذه تفرز مادة البيبسين. ثم مادة البيبسين لا تجد بروتينات في غالب الأحيان، لما يأكل الشخص بسكويتات ولا حلويات ولا يعني أشياء هكذا لا تجد يعني هذه. فهذه الكثرة تنشيط المعدة كذلك يحدث هذه التخمرات وهذه الأشياء يعني داخل المعدة. ولذلك يجب أن يتوقف الناس عن الأكل على الأقل بين الوجبتين، لما يفطر الشخص يتوقف عن الأكل، ثم ممكن أن يتغدى إذا كان في العمل يعني توقيت مستمر، يأكل أشياء بسيطة مثل فواكه ويشرب ماء، ثم يعود في المساء ليأكل، ثم يترك المعدة لمدة تستريح فيها لكي يضيق على هذه البكتيريا. الأشياء ممنوعة على أصحاب هذه الـ HP عليا، لما الطبيب يعمل تحليلة كيعمل لهم واحد علامات زائد، كيعمل ثلاثة على حسب مستوى، كيعمل واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، يعني ثلاث نجوم. إذا كان شخص عنده ثلاث يعني نجوم، فيعني هو الإليكوباكتير بايلوري في أقصاه، يعني هنا القرحة في أقصاها. إذا بقيت هذه البكتيريا لمدة طويلة، ربما سنتين ثلاثة حتى خمس سنوات، فربما في الأخير الشخص يصاب بسرطان المعدة، وهو في 2000 ابتداء من 2007 تقريبا، او يعني نعم ابتداء من 2007، فيعني تيقن الاطباء على ان الـ HP يحدث سرطان المعدة. لماذا؟ لان وجدوا على ان اكثر من 90% من حالات سرطان المعدة هي تأتي من القرحة المعدية أو من الإصابة بهذه البكتيريا، البكتيريا الـ HP. فالأشخاص عليين كيف ما كان الحال، ما غاديش نخلعوا الناس ونفزعوهم، ولكن مع الأسف الشديد أن كثير من الحالات أو جل الحالات هي تمر صامتة، يكون عندهم HP ولا يحس بألم ولا بمغص ولا بقرحة ولا أي شيء، تبقى هذه البكتيريا لمدة 3 أو 5 سنوات، ثم تحدث سرطان المعدة ويظهر سرطان، لا تظهر بكتيريا ولكن يظهر سرطان في الأخير. السرطان المعدة لا يظهر إلا لما تكون هذا الورم كبير جدا، يأخذ شكل كبير ويملأ المعدة، يصبح الشخص عنده تقيؤات ولا يصبح عنده أشياء، ثم يذهب إلى الطبيب رغم أنفه، لأنه ما يقدرش يعني ما غاديش يقدر يدوز الأكل، يذهب إلى الطبيب رغم أنفه، ثم تشخيص في المرحلة الأخيرة أنه عنده
سرطان المعدة، سرطان المعدة طبعا المعدة مبقاتش تدوز الأكل، ماذا يفعل بها؟ يعني تستأصل. هذا ليس حل، هذا ليس حل، ولكن هو الحل الوحيد، وليس الحل الأنسب ولكن الحل الوحيد. يعني ليس هناك حل آخر، يعني المعدة مسدودة ما غاديش الأطباء يعملوا له باي باس باش، لا ليس هناك أي شيء. فهذه البكتيريا كما قلت مع الأسف الشديد هي تمر بعض المرات ساكتة، يعني ما كيحسوش بها الناس، ثم تحدث سرطان المعدة. ماشي نخلعوا الناس، ولكن اللي نبغيو نطمئنوهم أن الناس نلاحظ على أن الناس اللي مازالين كياكلوا، هذه هي الأشياء احنا اللي كنحاجوا بها الباحثين ملي كنكونوا في المؤتمرات. لماذا الأشخاص النباتيين ما عندهمش الإتش بي؟ قليل عندهم الإتش بي. العالم النباتي مثلا الدول الصينية عندهم اللي كياكلوا النبات ما كيكثروش من اللحوم، عندهم الإتش بي قليلة. لماذا الإتش بي ما كانش معروفة في دول المغرب العربي إلا في السنوات الأخيرة لما أصبحت الاستيراد وأصبحوا يعيشون على نمط غربي، يقتربون من النمط الغربي، ربما تعداوا النمط الغربي لان النمط الغربي الارجع للمنتوجات الطبيعيه. لماذا توجد عند لا توجد عند الاشخاص الذين ياكلون طبيخ، الناس اللي كيطيبوا في ديورهم، الناس اللي كيطبخوا في ديورهم في الاكل المنزل بخضر جيده بزيت الزيتون، ياكلوا في الطين ولا في النحاس ولا حتى في لينوكس يعني في ستانلي ستيل، هذه ليس لديهم اي مشكل. هذه البكتيريا تكون عند اصحاب الفاست فود، الناس اللي كياكلوا في الشوارع، الاشخاص اللي كياكلوا متوترين واقفين كياكلوا يعني في العمل، ثم الاشخاص الذين ياكلون معلبات ومصنعات مئة، يعيشون ماشي ياكلون، ممكن ناكلوا مثلا مره في الشهر ولا مرة لا بأس، ولكن الناس الذين يعيشون على المعلبات، لا يمكن شخص يعيش على المعلبات وهو في المغرب، يعني هذا تناقض، يعني تناقض، يعني تناقض كبير. عندنا في المغرب أشياء طبيعية، عندنا خضر، عندنا فواكه، عندنا نشويات، عندنا قطاني، عندنا سمك، عندنا أشياء جميلة وكثيرة ومتنوعة. لا يحتاج الإنسان أنه يأكل معلبات. فنلاحظ على أن الآن أنها قليلة في البوادي. الاتش بي ولكن بدات علاش؟ لان البوادي تاهما بداو كيديروا الافريت، بداو كيشبوا البطاطس، وبداو كيقليو، تاهما شراو المقله، وبداو كيعيشوا تقريبا بهذاك الكتالوجات. يعني البوادي تاهما بداو كيتعقدوا بالكتالوجات، وبداو كيسمعوا تاهما بعض النصائح في الاذاعات ان حول بعض الحلويات وبعض المستحضرات، يعني الاطباق بقاو على الثقافه ديالهم، انا اظن يكون احسن. ثم هذه الناس اللي كياكلوا نبات، الذين يعيشوا على النشويات وعلى الخضر وعلى الفواكه وتقلوا من اللحوم، عندهم الاتش بي قليل جدا، قليل جدا، ربما نادر. هذا الناس اللي كيكثروا من اللحوم واللي كياخذوا المعلبات وعندهم يعني واحد السرعه في الحياه انهم كياكلوا دائما، وخصوصا كياكلوا في الليل، الاكل في الليل هو اللي كيشجع هذه البكتيريا هذه. يعني نعم، انا كاين بعض الناس عندهم يعني وجبه العشاء ضروريه. نعم، وجبه العشاء تكون بكري شويه باش يبقى الوقت في نهضم الشخص، ماشي يتعشى مع 12 الليل وينام. يعني هذا خطا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعد صلاه العشاء كان يتوضا وينام الا قيام ليل، الا لكان عنده قيام ليل. نعم. فقط ما كاينش نشاط بعد صلاه العشاء. مع الاسف الناس الان ولاو بعد صلاه العشاء عاد الانشطه كتكثر، هل الشات والتلفزيون والمسائل هذه، عاد كاين اللي كيدير الطاجين. نعم، وكاين اللي كياخر العشاء. نعم. عكس تماما. نعم. كاين اللي كيتعمد ياخر العشاء. نعم. على الاساس. فهذه الاشياء هذه مع الاسف الشديد ان بكتيريا الهيليكوباكتر بايلوري هي بكتيريا المصنعات، هي بكتيريا المعلبات، هي بكتيريا المضافات الغذائيه، هي بكتيريا البلاستيك، هي بكتيريا الالمنيوم، هي بكتيريا المعادن الثقيله وتلوث الاغذيه، كل الاغذيه الملوثه هي التي تشجع هذه البكتيريا. الناس اللي كيعيشوا على طبيخ المنزل، طبيخ بزيت الزيتون، ياكلون خضر، ياكلون لحم مره ويكون عندهم تقريبا نمط عيش مغربي محض، فليس لديهم اي مشكل. نصل الى اخر الطرح، هو الناس المصابين بهذه البكتيريا، الناس المصابين وعليهم، وستجدين في الشبكة العنكبوتية على أن هناك دواء، وكلهم كيتكلموا بالفرنسية على ليراديكاسيون وإيراديكيتد بالأنجليزية، وهي ليس هناك دواء ممكن أن يقضي على هذه البكتيريا، وهم يعلمون هذا، يعلمون هذا، يعني لا علاج. لان كاين واحد الباحث اللي خذا بري نوبل، هذا جائزه نوبل، لانه وجد واحد الدواء لهذه البكتيريا، لا تري ثيرابي، ما كاين كلمه لا تري ثيرابي، واحد يعني واحد الدواء يعني كيخفض الحموضه، مضاد للحموضه، ثم هناك دواء يضيق على هذه البكتيريا وانتي بايوتيك، ثم هناك اشياء اخرى اللي انتي سبازموديك، يعني اللي كتخلي هذاك الالم يمشي، هي تري ثيرابي، يعني كاين دي ثيرابي وكاين تري ثيرابي. البي ثيرابي اللي كدار الهيباتيت سي بي، هي التهاب الكبد بي سي، وهذه تري ثيرابي اللي كدار اتش بي الهيليكوباكتر بيلوري، هي تري ثيرابي كانت دار التبيركلوز، كانت دار السل، هو اللي كان عنده ثلاثه يعني هذا، من بعد ولاو جوج الاي ان اش مع ستريبتوميسين مع. فهاد الادويه ما الناس هي كاينه نعم، ولكن ما كتعطيش نتيجه 100%.
وثم ان الاشخاص ربما يعني اللي كاين الان ان الاستقراءات كذلك بعض الاحصائيات بينت على ان تقريبا اكثر من 90% اكثر انا اقول اكثر من 90% ممن تناولوا هذه الادويه الان الجديده اللي ديال الهيليكوباكتير بايلوري ما كانش عندهم يعني استجابه ما كانت عندهم نتيجه يعني ديال يعني هذا العدد. ثم ان ياخذوا ادويه ولا ما ياخذوا دوش أدوية. أنا لا أتكلم عن الدواء، أنا أتكلم عن الشروط للدواء. يأخذ دواء أو لا يأخذ دواء، يجب على الشخص أن لا ينسى بأن بدون الشروط الغذائية، بدون تغيير نمط عيشي والرجوع إلى الطبيعي، لا يمكن دواء أن يعطي نتيجة. يعني باش الناس ما يفهموش طرح غلط، يأخذ ولا ما يأخذش دواء، هذاك يعني اختيار ديالو، غادي يشوف مع الطبيب. ولكن من الناحية الغذائية المحضة، بدون هذا الشخص بدون ان يغير نمط عيشه، يعني بمعنى انه يعول على الدواء ديال الطبيب ويبقى ياكل برا ولا يبقى يشرب مشروبات غازيه ولا يبقى ياخذ اشياء، هذه الدواء لا يعطي نتيجه، يعطي 0%، يعطي 0%، ربما البكتيريا تزيد، وربما مناعه الشخص، لان هذه التريثيرابيه ماشي سهله راه خطيره، ربما مناعه الشخص تنخفض وربما تظهر امراض اخرى، لان كاين الاثنا عشريه كذلك ديودينوم، القناه الاثنا عشريه هي اللي كيتجمع فيها كل شيء، كتجمع فيها الصفراء ديال المراره، وكتجمع فيها العصاره ديال البنكرياس، كتجمع فيها العصاره ديال المعده، كيتجمعوا كلهم في الان، وكنلاحظوا على ان الناس اللي عندهم اريتاسيون، اللي عندهم واحد ارق على مستوى القناه الاثنا عشريه، انهم كيعطيو السرطان ديال ديودينوم، بدا عندنا في المغرب سرطان ديال القناه الاثنا عشريه يكثر. بدأ يرتفع. لماذا؟ هذه هي المنطقة التي يجتمع فيها كل شيء، إذا كان الأكل فيه دسم، فيه مضافات، فيه بيستيسيدات، فيه بلاستيك، فيه أشياء يختلط، ثم يمر من ديودينوم، يمر من القناة الاثنا عشرية، استحلاب يعني استحلاب الدسم يكون بالصفراء ديال المرارة غادي يكون كثير، ثم أن الليباز وكذلك اللي يعني هذه الانسولين والمسائل اللي جايه من البنكرياس عنده الليباز، عنده الانسولين، عنده اشياء اخرى يعني، ثم الاشياء اللي نازله من المعده اللي منها العصاره اللي ما كملتش في الهضم واللي كامله في الهضم، بحال امتصاص الفواكه مثلا، بحال السكريات كيمروا مباشرة. ولكن اللي تبقى النشا اللي تبقى من الفم كيتحلل تحت الحمض الكلوريدري في المعده، غير ماشي انزيم، غير الحمض الكلوريدري كيحلو كيقطعوا كيولي جلوكوز، وهذا الجلوكوز هو اللي غادي يوصل للمعي الدقيق. بمعنى ان اذا كان هناك واحد خليط خطير جدا غير مهضوم ومعقد ينزل الى الامعاء، مثلا المعي الدقيق ثم المعي الغليظ، كنلاحظوا على ان هناك علاقه كبيره ديال تقرح المعده مع تقرح الامعاء، يعني تقرح القناه الاثنا عشريه بعدها تقرح الامعاء. ولذلك كان فينا كنلقاو لماذا الان صعود هذه البكتيريا مع صعود كرون والقولون العصبي، هي امراض تمشي بالموازاه. لماذا؟ لان اللي عنده المعده شويه صلبه غادي تضرب عند الامعاء، اللي عنده المعده هشه غادا تضرب المعده، ثم ما غاداش تعطي اشياء الامعاء، من بعد غادي ترتب عليها انيميا، غترتب عليها عدم امتصاص، انتفاخات، غازات، هذه الاشياء كل الناس كلهم كيشتكيو منها. ولذلك هو الجهاز الهضمي هو متكامل، الا ما رفقناش به من الفم، كاين الناس اللي ما يمضغوش، خطا كبير، لان مضغ الاغذيه هو يساهم ب 60 حتى 70% تسهيل عمل المعده. لماذا؟ لان بقات الماكله صينه هكاك صلبه صينه، وتبقى الدور في المعده، تبقى الدور في المعده تنتظر باش ترطب ولا باش تهضم، غدا تاخذ وقت كبير. على الاقل الناس يمضغوا وياكلوا بهدوء، ياخذوا ساعه في الاكل، ياخذوا ساعه في الاكل ماشي بسرعه، الناس كياخذوا 3 دقائق في الاكل، كيكونوا خداو واحد كيلو ونص ديال الاكل ولا 2 كيلو في 5 دقائق، يعني كثير على المعده. لا يمكن البيبسين ولا يمكن الانزيمات يلقاو الوقت ولا يلقاو الشروط اللي غادي يحلوا فيها هاد المواد. فهاد الاسئله الناس يديروها نصب اعينهم، هذا صعود تقرحات الامعاء وصعود تقرحات المعده، هي بالموازاه في نفس الوقت. ان الان يعني الاطباء ملي كيكون هاد الاعراض كيشكوا غير في 2، اما المعده، دابا الحمد لله ان الامعاء من قبل كان لاش بي، هاد كانت تقرحات المعده تمر شويه في الظلام، الان لا، لولا التحليله ديال الدم ولا الكولوسكوبي يعني ولا الفحص يعني، ولا الاطباء الان على قدم وساق لتشخيص هذا المشكل ديال قرحه المعده. علاش؟ لان هذه البكتيريا تسبب سرطان المعده فيما بعد. فاذا كان الناس عرفوا بان عندهم الاي اتش بي، يمنعوا باش نلخص ليهم، باش ما نبقاش نقول لي كل هذه كل هذه وما تاكلش هذه، باش نلخص ليهم ياكلوا الاكل ديال المنزل، ممنوع المواد المصنعه، ممنوع المواد المعلبه، ممنوع المواد الزائده، يعني الكيتشوب والمايونيز والمطارد
وهذا يعني الناس اللي عندهم الاتش بي ما يكتروش من صلصه الطماطم ولا ما ياخذوش صلصه الطماطم، ما ياخذوش الطماطم حتى طماطم طريه. نعم حتى الطماطم طريه. هذه العلين اسيد وكاين اشياء اخرى. احنا ما وصلناش للمستوى الان ديال نتهموا المغير وراثيا، التغيير الوراثي، لان المنتوجات المغيره وراثيا هي التي الان هي السبب. لا هي الان اللي نحن كنناقشوها الان كنناقشوا. نحن بدانا نتهم هذه شي ثلاث اشهر اكثر تقريبا. احنا جايين العام لسنا بدينا كنتهموا التغيير الوراثي، ان هذوك الجينات الجديده هي التي تحدث الان هذا، تحفز هذه البكتيريا، وان التغيير الوراثي هو الذي يحدث هذه الامراض، وخصوص الامراض الان التي تنتظر التشخيص. هناك امراض تنتظر التشخيص. نعم. علي. وبعد كاينين الناس اللي ما عرفوا بان عندهم هذا الهيليكوبكتير بيلوري على سنه. سنه هو ماشي غادي. ما عندهاش اعراض. نعم، لان عليين كيف ما كان الحال. فعلاش؟ لان الاعراض كثيره والامراض كثيره، والطبيب كيبقى يعزل. طبيب كيبقى يمشي المرض 2 3 4 5 6 7 في الاخير يكون شخص 13 مرض مشي، هما عاد النمره 14 تيطلع عليه الهيليكوبكتير بيلوري، وما عنده ما يدير. يعني ما عنده ما يدير، يعني المهنه هي هذه. كيف ما كان الحال فاحنا ما كنشوفوش، ما يعني ما كنمشيوش للجانب الانتقادي، كنمشيو للجانب الاصلاحي. ان الناس راهم خدامين، ولا اللي يقدر شي حاجه راه كيديرها. ما خصناش حنا ديما كنمشيو لديك النقيطه الكحله اللي كتبان وسط البياض. لا، يعني عليا راه كاين خير والناس راه خدامين، ولكن غير على الاقل الناس اللي عرفوا بان عندهم قرحه المعده، ممنوع عليهم هذه المواد الصناعيه، وممنوع عليهم حتى لي زاسيزونمون، هذاك الشيء اللي كيديروه لي سلاد، هذا السلطات بحال المايونيز، بحال الخل، بحال الكيتشوب، هذه ممنوعه عليهم. ممنوع البهارات بحال البزار، بحال القرفه، بحال الفلفله، الهريسه، هذو ممنوع عليهم. ممنوع عليهم كثره اللحوم، الاحسن ما ياخذوش اللحوم. ممنوع عليهم كثره اللحوم. ممنوع عليهم الدقيق الابيض، ياخذوا القمح بالنخاله ولا الشعير. الشعير احسن. ثم الاشياء الاخرى اللي كتساهم شويه في تضميد الجراح، هما الفواكه الملونه بحال الرمان، يعني بحال الاشياء هذه اللي شويه اللي فيها الدباغ، المواد الدابغه، المواد الملونه، الصفرجل والرمان والخضر كلها، الا الكريسيفير بحال الشو، بحال اللفت، بحال هذه المسائل هذه شويه ما خصهمش ياكلوها. تساعد على الاتش بي. اما الاكل ديال المنزل، الطبخ المنزل بزيت الزيتون اللي فيه الخضر، السمك جيد، الاش بي السمك جيد، القطاني جيد، ما عندهم حتى مشكل الناس. غير القطاني، كاين اللي كياخذ قطاني مع لحوم، وكاين اللي ياخذ قطاني مع خبز، وهنا كيتعطل في المعده. هذا ولكن القطاني ما كيضروش صحابه، ولكن خص يشوفوا طريقه تناول هذا القطاني وطريقه يعني استهلاك.